أنا هو أنا، لا أريد أن أكون شخصا آخر، ولا أريد تغيير نفسي من أجل أن أرضي الناس، ولا أريد أن أكون أفضل من غيري، بل أكون أفضل من نفسي. أنا هو أنا. لن أتوقف، لن أستسلم، ولن أتراجع. سأسعى نحو أحلامي، وأحلامي كثيرة، وسقفها بلا حدود، وطموحاتي لا نهاية لها. واثق من نفسي وغير مكترث بكلام الناس، وحياتي بقيادتي وليس بكلامهم. متميز بطريقتي، أحب الذين يحبونني، ولا أكترث للذين يكرهونني. فعندي حلم وأريد تحقيقه والوصول إليه. تعلمت من الدنيا أن الناس دائما تسعى لأن تأخذ كل شيء، حتى نجاح الغير. فنجاحي لي، سأقف على ناصيته مقاتلا من أجله. أتعرف أهمية وجودك؟ مهما كان الذي قدمته كبيرا أو صغيرا، تأكد أنك ستترك أثرا. لذلك يا صديقي، حلمك ليس له تاريخ انتهاء. خذ نفسا عميقا وكرر المحاولة. لأنك لن تخسر حقا إلا إذا توقفت عن المحاولة. فأنت هو أنت، عليك أن تقاتل من أجل نفسك ومن أجل الوصول إلى حلمك. قف على ناصية حلمك وقاتل، واعلم أن بعد الليل يأتي النهار، ومن رحم الظلام يولد النور.